الجهه الاولى على صعيد الرساله رياضه فول كونتاكت ورياضه سيكواندو. فاليوم الحمد لله هذا المشروع هذا الحلم يعني خرج للوجود وكان يعيش اليوم اقصائيات ديال الرياضه ديال التيكواندو ديال المواي تاي على اساس ان جميع الرياضات عندها اقصائيات وغن شاء الله نلتقيو في الحفل النهائي اللي غيكون فيه التتويج ديال جميع هذه الرياضات. هذه المبادره اولا كنبغي نشكر بالدرجه الاولى السيد رئيس مجلس الجماعه اللي شجع المقاطعات على انهم يبادروا بهذه التظاهره الرياضيه، ونشكر جميع رؤساء المقاطعات اللي تفعلوا ايجابا والجمعيات طبعا اللي ساهموا بشكل كبير في انجاح هذه التظاهره في دورتها الاولى، واللي نتمناو لها ان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من التجويد، لما لا حتى انه تكون تظاهره عندها اشاع وطني وفعلا غتعكس الهويه ديال مدينه سلا اللي هي بالاساس مدينه رياضيه. وشكرا. الاقصائيات مرت في واحد الجو رياضي اخوي، والحمد لله وصلنا اننا نكلوا النشاط ديال الاقصائيات الى نهايه، وهذه النهايه هذه كتشمل خمسه ديال المقاطعات، كل مقاطعه تاهلوا منها الفرق والابطال اللي حصلوا على الميداليه الذهبيه في كل مقاطعه. اذا عندنا حوالي 160 لاعب اليوم اللي غادي يلعب، كيشرف عليهم في التقطير ديالهم 32 جمعيه اللي تاهلوا من جميع المقاطعات، بالاضافه 16 حكم منهم ثلاثه حكام دوليين والمبقيه لحكام وطنيين. اذا بهذا المنتوج اللي وصلنا له حنا المهرجان الاول اللي سعدت لي ان الجماعات تنضموا لنا، قدرنا على اننا نعطيه واحد لبنه اساسيه نبنيو واحد القاعده الرياضه بصفه عامه في الجماعه مدينه سلا.